ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور آياته تروي المدى وصفاته نبع الهدى نلقى الجنان بحبه لن تستقيم حياة هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان والقرآن ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق وفيه محاسن الأخلاق والقرآن ذكر موعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور.